ان شاء الله يا شباب اذا عجبتكم اللعبة وكان في تفاعل عليها حلو وحبيتوا اني مستمر فيها. شوفوا حاليا هون تمام وصلنا للاخير، نطلع هذا هيك نطلع ندور. فاذا حبيتوا هالسلسلة اللعبة يا شباب اكتبوا لنا بالتعليقات فرح. هلو يا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد ولعبة جديدة، لعبة فارمينج سيميلاتور 20 اللي هي معروفة محاكي الزراعة. طبعا شباب فكرة اللعبة كالتالي، عندك انت جرارات او مثل ما يقول تركتورات، تفلح تزرع تحصد لاخره، محاكاة زراعة بشكل كامل يعني. فقبل نبدأ بالفيديو ونشرح لكم أكثر عن اللعبة، اللي ما اشترك اشترك واللي ما حط لايك يحط لايك، وإذا أول مرة تشاهد قناتي اشتركوا وفعل زر الإشعارات حتى يشترككم كل جديد، وخليكم مع الفيديو مشاهدة ممتعة. طبعا شباب فكرة اللعبة مثل ما حكينا لكم إني زراعة وحصاد ولآخره وبيع وشراء وكذا، وتقدر تربي حيوانات مثلا ابقار واغنام ولاخره من الحيوانات، حتى احصنه تقدر تربي. ف حاليا يا شباب خلينا نشرح لكم شوي عن اللعبه، واللي هي مثال عندك هاي شو اسمه يا شباب، هاي مجموعه الادوات اللي انت لازم تستخدمها مثلا او تصمد تشتري. مثل ما تشوفون عندنا انواع التراكتورات، ونجي لهين مثلا عندنا هاي السيارتين، ونجي عندنا الحصاد هاي تبعت حصاد الذرة مثل ما تشوفون شباب، انواع الحصادات التراكتور شفنا، مثلا عندنا هاي حصادات الحنطة والشعير بشكل عام. الحصادات عندنا هاي يا شباب حصادة قطن، القطن اكيد تعرفوا. وعندنا هين مثل فلاحات التفلح فيهن، لا عفوا هاي البذارة يلي تبذر فيها الارض، وعندنا هنا يا شباب الفلاحة اللي تفلح فيها الأراضي وكذا لآخره. عندنا هاي صراحة هن بذارات، ولكن بس من أنواع ثانية يعني، مثل عندكم كل بذارة لها نوع يعني مخصصة لنوع من الأنواع. فعندنا هنا مثل ما تشوفون شباب هاي اللي هنا مثلا التريلا، والهاي حتى هذن صراحة ما اعرف شهنه، ولكن ها اوكي فهمت، هاي يوم تحصدوا مثلا البذور اللي تتجمع بقلب هاي تقدروا تطعموا منهم مباشر، ماكينات اعلاف يعني مباشر للحيوانات اللي عندكم تطعمون. عنا هين يا شباب هذن اللي هن جمع باليات يعني التبن اللي انت تسويه مثلا من الارض لما تحصدها وكذا، تجمعها وتسويها بالة. فعندنا هين قصاصة حشيش اللي هي تستخدم كمان للش اسمه الحيوانات. عندنا هاي السيارة طبعا هي تستخدم لأي شيء. عندنا هين تمام، هذه تريلا للسواد تمام، تقدر يعني من السواد تاخذه تطشه في الأراضي وكذا. عندنا هين تجميع الحشيش اللي هو تقدرون تحصدونه وتجمعوه عشان تسووه باليات، وهذا صراحة هذا ما اعرف ايش هو، ولكن مو مشكلة. فخلنا نبدأ يا شباب مثل ما تشوفون طريقة التشغيل وطريقة اللعب. عفوا دقيقة قبل ان اشرح لكم شيء، كيف راح تقدرون تشترون الهاي راح نشرح لكم اياها بالفيديوهات الجاية ان شاء الله، كيف تشتروا الحيوانات وكذا طبعا اذا حبيتوا هاللعبة. شوف شباب نطلع بالتراكتور مثل ما تشوفون، هاي هو عنا اشارة المفتاح هاي اللي هي بالوسط اللي تنزل عشان تقدر تفلح. هاي طبعا مثل ما تشوفون هاي اللي هي تفكه، شوفوا شباب دقيقة، وهاي اللي تقرب وترجع تمام. شوفوا عنا اول خيار يا شباب اللي هو صاير على شكل حلق او كذا، هذا عشان تفكها. عنا خيار الزلم هذا اول واحد من اليمين، هذا عشان تنزل من الشسم شوفوا، والخيار اللي بعده اللي هو تعطيه تحكم آلي يعني هو لحاله بشكل تلقائي يصير يفلح مثل ما تشوفون. شوف شباب يصير يفلح بشكل تلقائي لوحده شوفوا تمام. نتركه يفلح ونروح لهذا التراكتور الثاني واللي هو هاي يا شباب تبذر يعني بذارة، تقدر من هين شوفوا عندكم من الحنطة اللي أول شيء هي تقدر تبدل، تضغط عليها تبدل للأنواع اللي أنت حابب أنك تزرعها
تمام، وكذلك الامر نفس الباقي، ولكن هاي انه تقدر تساوي. فنحن خلينا نزرعها حنطة اتوقع هذا ما ادري، فخلينا نشغل خليه يروح يساوي يزرعها. ننزل يا شباب ونروح للشيء الثاني واللي هي الحصادة يا شباب. عنا هين التحكم فيها يا شباب سريع كثير، مثل ما تشوفون شباب عنا هاي الحصادة وهاي الحنطة لنا. فراح خلنا نفرجكم بالخريطة الأراضي اللي انت لك. شوفوا شباب عنا الأرض رقم 3، شوفوا رقم 1 الخضرة ورقم 2 ورقم 3، هاي الأراضي إلنا. أما باقي الأراضي يا شباب تقدر أنت تشتريهن عن طريق تضغط على إشارة الزائد وتضغط تحت على كلمة بوي وهاي إنه هاي سعرها وهيش تشتريها. طبعا شباب مثل ما تشوفون عنا هنا كازية اللي يلزمك تعبي مازوت للشو اسمه، وجنب هاي تشتري وتراكتور وكذا، هاي مكان المتجر يعني لما تشتري شيء تلاقيه هناك. شوفوا جنب الكازية عنا على اليمين الأحصنة اللي هي مزرعة الأحصنة، وعنا شوفوا على اليمين فوق هاي الأغنام مكان ما تشتري أغنام، وباقي الشغلات هذيك يعني طبعا كلها مكانات مثل ما تشوفون. هذا السهم اللي من فوق والكرة هاي القطن يلي على اليسار، هذا هين مطرح ما تبيع القطن يلي انت تسويه وكذا. عنا هين شباب شوفوا تقدر تبيع أغناء بقر أو تشتري مثل ما تشوفون تحت، وهاي الباليات تقدر تبيع تشتري كذلك الامر، يمكن اتوقع تبيعهن. وهاي شباب الخريطة بشكل عام. فخلونا نشرح لكم شغلق حكينا لكم من هنا. شوفوا شباب هذا الاراضي فرجينا لكم اياهن واللي يلزم الحصاد. فنحن حاليا خلينا يا شباب نروح نحصد الارض. شوفوا حتقدر تضغط ضغطين على الشاشة تقدر تطلع من جوا. شوف شباب والله داخلية واقعية، يعني شيء فخامة يا شباب، والله شيء فخم. شباب معلش اعذروني على الصوت شوي مريض، فلكن مو مشكلة. فالمهم خلونا نشوف تمام عفوا، خلينا نشرح لكم شيء على الاعدادات يا شباب. هاي الاعدادات مثل ما تشوفون هذا تحكم الاعدادات بشكل عام. تكون مثل اول شيء هاي اللي هي الجرافيكس، تقوي الجرافيكس توطي الجرافيكس، هاي حساسية اللف يمين يسار، وهاي هي تبعية الجيروسكوب فاللي تلف بيها. فنحن نطفيها عشان تقدر شوفوا تسوي التحكم اللف، شوفوا كيف تلفوا بايدكم. فخلونا شباب نبلش الحصاد، ننزل نحصد هاي الارض ونشوف. شباب اذا عجبتكم هاللعبة وكذا فاكتبوا لنا بالتعليقات لو حابين اني ننزل عنها دائما بشكل مستمر. فخلونا نشوف يا شباب، شوفوا الواقعية، خلوها هيج. شوفوا حاليا قاعدين نقص الحنطة يا لبي. دقيقة اتوقع سوينا الطريق. فشوفوا خلونا نحسب كذا بالطريقة. طبعا شباب انتم تقدرون هذا اللي شوفوا التبن اللي طالع من الحصادة تقدرون تستخدمونه بالات، يعني تسوونه باليات تبن كذا عشان تطعموا فيه الابقار اللي عندكم. شوفوا والله شوف يعني اقسم بالله اني لعبة خرافية. خلينا نعدل حصاد ودنيا دنيا، شي فخامة يا شباب والله، يعني لعبة حلوة حلوة. شوف شباب تشوفون التراكتور اللي هناك قدامنا هذاك تراكتورنا نحن عم نفلح الارض، وبرضه التراكتور الثاني اللي هو فوق ورا هناك حتى هذاك قاعد يبدر ويفلح. فان شاء الله يا شباب اذا عجبتكم اللعبة وكان في تفاعل عليها حلو وحبيتوا انه نستمر فيها. شوف حاليا هون تمام وصلنا للاخير، نرفع هذا هيج نطلع ندور. فإذا حبيتوا هالسلسلة اللعبة يا شباب اكتبوا لنا بالتعليقات، فراح يكون فيها زراعة قطن، حصاد، بيع، شراء، تربية حيوانات، كل شيء يعني راح يكون فيها. فإذا حبيتوها يا شباب اكتبوا لنا بالتعليقات عشان ننزل عنها دائما، نستمر بالتنزيل عنها ونخليها سلسلة بالقناة. كثير كثير شوفوا شباب والله، حتى شوفوا شباب يوم اللي دقيقة بعد الطريق لفت هاي الجسم، خلينا نرجع نشيل هذا، ما نقدر نكتب أي شيء برانا. تقدر الشباب تروحوا تبيعوا الحنطة، تجمعوا فلوس، تشتروا معدات، تبيعوا المحصول، أي شيء كله يعني تقدر تبيعوه وتسوي. فشوفوا شباب الواقعية إنه يعني يوم تشتغل شو اسمه، شوف تتعبى طين،
شوفوا الدواليب تعبي الطين كأني بالفعل يعني شو اسمه حقيقة حقيقة شيء يعني والله شيء لا يوصف يا شباب. وحتى شباب يوم اللي أنا كنت ألعبها قبل يوم يومين كذا كنت ألعبها، فيوم اللي تمطر الدنيا تصير مطر باللعبة الآلات كلها توقف عن الشغل. ليش؟ إذا كنت أنت مثلا أعطيهم تلقائي يشتغلون فيوقفون عن الشغل يا شباب إن الدنيا مطر ما يشتغل. والله شيء يعني واقعية كثير فيها فخامة والله يا شباب. يا أخي والله اللي يحب يجربها يروح يجربها. فخلونا حاليا شباب نحول على هذا التركتور اللي قاعد يفلح ونستلم عنه نحن. هدي 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 ارجع. والله شوفوا الداخلية يا شباب فخامة. معلش شباب اعذروني قلت لكم شوي مريض فصوتي كذا صاير شوي تعبان. فشوفوا شباب مثل ما تشوفون تقدر تندار لورا، قدم شوي لقدام، تمام خلاص نرفع هاي نرجع كذا لورا يا شباب. والله شوفوا يا اخي والله الواقعية فخامة. فخلينا نتركه يمشي هذا نروح شوي نستلم عن هذا. هذا التراكتور شوي قديم صح يا شباب؟ والله انه تراكتور قديم. خلينا نرجع لورا. ننزل كذا يا شباب ونبلش الفلاح. والله اني لعبة فخامة يا شباب اقسم بالله، يعني لعبة اسطورية. شوفوا اهم شي شباب ركزوا امشوا ساوي عشان تطلع الارض يعني ساوية وفلاحة حلوة. والله شوفوا شباب الجرافيكس يعني فخم 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 بشكل مو طبيعي يا شباب. والله ان الجرافيكس يعني شيء فخامة. فنرجع نكمل. المشكلة انه شوفوا المرايات مو مشغلينهم يا شباب، لو مشغلين المرايات راح تكون فيها واقعية اكثر، يعني تكون فيها تحس الواقع اكثر اكثر. فنرجع شوي نشوف لورا صارت تمام. ننزل ودعس يا مدير. حتى هذا شباب هاي طريقة شغله، فنتركه يروح يشتغل لحاله ونحن ننزل نروح كمل طريقك لحالك. حلو حلو حلو. نروح نشوف ال عفوا الحصادة. تعبت الحصادة فللت. هذا المفروض شوفوا يا شباب المفروض اني ان شاء الله نكتشفها مع بعض. حاليا علقنا التريلا شباب ونروح ناخذ شو اسمه وين صارت هنا هي صارت ارض الارض هاي هي. شوفوا شباب شوفوا ولا والله يا شباب فخامة. شوفوا شباب خلنا نروح نفرجيكم وين نفضي الحنطة هاي اللي عبيناها بالتريلا ورا. شوفوا شباب تجوا لهين هب 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 هب. شوفوا قاعد يفضي شايفين يا شباب. حاليا هين لما تفضيها يا شباب تكون انت عم تخزنها بالمستودعات اللي عندك، يعني بالمكان اللي شو اسمه اللي عندك. طبعا شباب لهين وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا فيه.
لا تنسوا تكتبوا بالتعليقات اذا حبيتوا هاللعبه ولا لا، حابين نكمل عنها، نشرح لكم كيف، نفرجيكم كيف نسوي باليات، كيف نشتري ايش المعدات اللي تسوي بيها باليات، يعني نشرح لكم بشكل عام اكثر عن المعدات ونجربهم معاكم ونفرجيكم شلون. اكتبوا لنا بالتعليقات، واتمنى ما تقصرون معنا من دعمكم يا شباب، وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله بكره باذن الله. ولا تنسوا شباب اللي مو مشترك يشترك وفعل زر الاشعارات حتى يوصلوا كل جديد. سلام عليكم.